حضرتك بتتكلم عن الافرازات، يعني امتى تقلقنا الافرازات وامتى ما تقلقناش، وازاي نعرف منها ان الموضوع كده مرض؟ لو افرازات بس ومدممه تخوف، بس مش شرط انها تبقى خبيثه، لكن احنا لازم نقلق منها. لو اي افرازات تانية مع تغير في شكل الثدي برضو لازم نروح للدكتور او الجراح. الجراح بالمناسبه، عشان ناس كتير بتخطئ وبتروح لطبيبه النساء. طبيبه النساء لو في الام من اللي احنا قلنا عليها الشهريه ديت، دي طبيبه النساء او طبيب النساء بيتعامل معاها. لكن اي شيء له علاقه تانية بالثدي مع الجراح، مع طبيب الجراح. مع الجراح. وطبيبه النساء وطبيبه الاطفال تعلم ازاي ترضع، يعني تعلمها ازاي ترضع الوضع الطبيعي ازاي. لكن اي امراض او اي حاجه غير طبيعيه لا، مع الجراح. يبقى الافرازات فقط نقلق لو مدممه، غير كده افرازات اي افرازات، اي افرازات. طب افرض حضرتك افرازات دي لبن، حتى لو مش بترضع، وفي هرمون البرولاكتين اللي في الغده النخاميه بتفرزه، لو زايد بيعمل كده، بيجيب لبن. فلازم برضو تروح علشان نفحص ونشوف ممكن يكون الزياده في الهرمون. طب نعرف زياده الهرمون دي، خلل هرموني. هل في تضخم في الغده النخاميه، ام هل هو بس زياده نشاط، هل ويبقى في علاج لها.